تكلمت على كل المواد، عندما نتكلم عن البقول الجافة أو عن الحليب أو عن اللحوم نتكلم كذلك عن السيارات. رأيتم جيدا أن السيد رئيس الجمهورية أخذ وقته في أننا نمشي إلى سوق للسيارات حقيقي. بكري كنا ننفخ العجلات ونتكلم على أننا نستثمر في وكنا أموال وعملة صعبة كبيرة كانت تخرج للخارج. خذينا شوية وقت، صح تأخرنا شوية، درنا أنكاي تشارج. اليوم نقدر نفتخر أننا نصنع سيارات، رانا نستورد بطبيعة الحال باش نقدر نصنع. دفتر أعباء الذي تم يعني إنجازه هو دفتر أعباء متكامل الأركان. أولا نبدأ بتعريف الماركات اللي موجودة في السوق الجزائرية، ثانيا نمشي مع المؤسسات اللي تقبل بقواعد اللعبة الجزائرية. إذا ما فيش نسبة إدماج تتجاوز 30-40% ما نمشيش في هذا الإنتاج. إحنا ما نريدش نحول لعملة صعبة، نريد خلق قيمة مضافة، نريد أن نستغل أموالنا في بلادنا، وقادرين عندنا من الطاقات ما يكفينا باش أننا نقدر نصنع سيارات ونقدر نصير حتى نصنع أمور أخرى. البلاد اللي تنتج 250 ألف إطار جامعي كل سنة قادرة باش أنها تصنع سيارتها وتنتج غذائها وتخيط لباسها. بارك الله فيك.